وخدنا فكرة عن كيفية التمييز ما بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة من خلال الشكل الظاهري أو من خلال الشكل الخارجي، وقلنا إن العدسة المحدبة زي ما أنت شايفة كده بتكون رقيقة عند الأطراف، سميكة عند المنتصف، وده اللي شفناه فعلا الحصة اللي فاتت في العدسات اللي أنت فحصتيها. التجربة اللي قدامك ديت هو بيوضح لك الشكل اللي إحنا رسمناه على السبورة قبل كده، اللي هو كيفية تعيين البؤرة الأصلية للعدسة. نفس الخطوات اللي كنا بنشتغل بيها في المرآة المقعرة، كنا بنسقط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي، كانت كلها في المرآة، حد فاكر؟ تنعكس بحيث تتجمع في البؤرة، لكن هنا تنكسر علشان العدسة وسط شفاف كاسر يعني بيجعل الضوء ينفس ولكن بينكسر، يعني ايه ينكسر؟ يعني يتغير اتجاهه. علشان كده اي شعاع من اللي انت شايفاه قدامك بيعدي، يعني بينفس من العدسة ولكن اتجاهه بيتغير. طيب التلات اشعاع اللي قدامك دول نفذوا من العدسة، بدأوا يتجمعوا الاشعة المنكسرة، بدأت تتجمع في نقطة واحدة وهي البؤرة. طيب سؤال بسيط قبل ما نشيل الصفحه، الشعاع ده ما انكسرش ليه؟ مار بالمركز البصري، يعني اصلا الشعاع ده المفترض ان هو المحور الاصلي، وهل ينفع ان انا احط اشعه على المحور الاصلي؟ ايوه، انت بتسقط اشعه من مصباح، من شمعه، من مصدر بعيد زي الشمس، فالاشعه بتنزل في شكل حزمه. حزمه يعني ايه؟ 20 30 مليون شعاع. ممكن شعاع ينزل هنا وهنا وهنا، وشعاع ينزل في نفس اتجاه او مسار المحور الاصلي، فطبيعيا المحور الاصلي بينفذ دون انكسار. ليه؟ علشان مار بالمركز البصري. دي اول حاجه. بعد كده الخطوه، ضع العدسه على حامل الاستنتاج، مسار الأشعة الساقطة على العدسة المحدبة، الشعاع الضوئي الساقط مارا بالمركز البصري للعدسة يمر داخل العدسة وينفذ دون أن يعاني أي انكسار. الشعاع الضوئي الساقط، طبعا الحالة اللي هو قالها دي اللي لسه قايلها من دلوقتي، اللي هو الشعاع إذا سقط مارا بالمركز البصري ينفذ دون انكسار. الشعاع الضوئي الساقط مارا بالبؤرة يخرج من العدسة موازيا للمحور الأصلي. طبعا ديت الايه؟ طبعا دي الحالة الثالثة اللي هو كاتبها، الشعاع إذا سقط مارا بالبؤرة يخرج موازي، شوفي يخرج من العدسة، يعني ينفس من العدسة موازي للمحور الأصلي. إيه الفرق ما بينه وما بين حالات سقوط الشعاع على المرآة المقعرة؟ دي بينعكس، يعني الكلمة دي في فرق كبير. هناك كنا بنقول إذا ما سقط الشعاع مارا بالبؤرة ينعكس موازي للمحور الأصلي، هنا هينعكس ينكسر، أو ممكن أقول ينفذ، وممكن أقول يخرج من العدسة موازي للمحور للمحور الأصلي. حالة تكون الصوري بالعدسة المحدبة، ركزي بقى في الحالات اللي جايه عشان دي شغلنا الأساسي. حدد مكان وانضباط صورة المتكونة في الحالات التالية. بص للحالة دي كده. يضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. تتكون الصورة بين البؤرة وضعف البعد البؤري. تكون الصورة حقيقية مطلوبة مطلقة. يوضع الجسم عند ضعف البعد البؤري. تتكون الصورة عند ضعف البعد البؤري. تكون الصورة حقيقية مطلوبة مساوية للجسم. الحالتين اللي قدامك دول الشاشة بتعرض لك كيفية تكوين الصورة. أول حالة عندما يوضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. أنت عندك البعد البؤري هو المسافة ما بين البؤرة الأصلية والمركز البصري. ضعف البعد البؤري هو المسافة بين المركز البصري ومركز التكون. هو واضع الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. كانت